من سنة 1972 لليوم بتسعى رابطة كاريتاس لبنان لتحقيق رؤية الكنيسة الكاثوليكية من خلال خلق مجتمع متطور وشامل بيئياً واقتصادياً واجتماعياً حتى يعيش فيه كل الأفراد حياة سليمة وعدلة. بتساهم كاريتاس بتحسين مستوى ونوعية الحياة لللبنانيين وجميع المحتاجين من خلال مشاريع بتخدم المجتمع والإنسان. التزام كاريتاس راسخ بمساعدة كل إنسان ضعيف بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الهوية أو المعتقدات. أما رسالتها فبتتجسد بعدة أقسام تهتم بكل نواحي ومتطلبات المجتمع. من خلال 10 مراكز صحية وعدة عيادات جوالة بتأمن كاريتاس الرعاية الصحية الأولية لكل فرد وأسرة موجودين على مختلف الأراضي اللبنانية. بالاشتراك مع عدة جهات داعمة بيتعاون أكثر من 170 طبيب من كل الاختصاصات و20 ممرض لتأمين حوالي 700 ألف خدمة صحية سنوياً لأكثر من 75 ألف مستفيد. هذه الخدمات بتشمل استشارات طبية، التطعيم، طب الأسنان، تقديم خدمات الأمومة والطفولة، خدمات صحة نفسية، توفير الأدوية الأساسية وغيرها الكتير. قسم التعليم. بإطار التعليم بتتكثف جهود كاريتاس لتوقف حد كل طفل وتدعمه بمشواره التعليمي. من أبرز إنجازاتها 4 مراكز للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يلي قصص نجاحهم تثبت أنه المجتمع بيساعي الكل. فمن خلال الدعم الأكاديمي والمهني والمعنوي قادرين يكتشفوا مهاراتهم ويحصلوا على فرص عمل ويكونوا أفراد فاعلين بمجتمعهم. وكمان بتقدم كاريتاس الدعم للمدارس الرسمية من خلال توزيع المواد الغذائية على الطلاب وتأمين الأدوات التعليمية والنقل وبرامج الصحة. أما بالمدارس الشبه مجانية بتساعد كاريتاس الطلاب بعدة نواحي وبإعادة تأهيل المدارس المحتاجة. من إنجازاتها كمان برنامج ما بعد المدرسة يلي بيساعد أكثر من 450 طفل لبناني ولاجئ بيواجهوا مشاكل بحياتهم اليومية وبقدم لهم دعم نفسي وتعليمي تيضمن نجاحهم بالمدرسة. الأكاديمية المعلوماتية. الأكاديمية المعلوماتية هي مشروع انطلق بال2016 بكاريتاس بيهدف لتقديم دورات تدريبية بالمعلوماتية لكل أفراد المجتمع يلي بحاجة إنهم يكتسبوا مهارات جديدة. وهيدي الأكاديمية عندها القدرة إنه تقدم 500 شهادة رسمية من مايكروسوفت بالسنة لمساعدة الأفراد والنساء على محو الأمية الرقمية. القسم الاجتماعي. من خلال خدماتها الاجتماعية بتجهد كاريتاس لتحارب الفقر وتساهم بتأمين حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية للكل. من خلال أقاليم كاريتاس المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية بتقوم 36 مساعدة اجتماعية متخصصة بتحديد حاجات الأفراد والعائلات والعمل على تلبيتها من خلال نشاطات عديدة ومتنوعة ومشاريع بتشمل الكبار والصغار، النساء والمسنين. أطلقت كاريتاس ب 2019 يوفيد المطعم الاجتماعي يلي أمن 11 وظيفة، ومع كل وجبة بتطلبها من يوفيد بتكون عم بتطعمي محتاج من خلال مطعم كاريتاس المجاني والفعال من 2007 ويلي بأمن وجبات ساخنة مجانية على مدار الأسبوع بمختلف المناطق اللبنانية. يستفيد منها الأشخاص والعائلات المهمشين والأكثر حاجة بالمجتمع. قسم الأقاليم. من خلال 36 إقليم بتسعى كاريتاس للتواصل مع كل الفاعلين والبلديات والمنظمات الحكومية المحلية. هيدي الأقاليم بتأمن مساعدات غذائية وغيرها الكثير من الاحتياجات الضرورية وبتنظم نشاطات ترفيهية وتنموية مثل رحلات لسكان المنطقة وحفلات للأطفال بالتعاون مع جمعيات أو بالتنسيق مع قسم شبيبة كاريتاس. وضمن عمل هالأقاليم تحديد العائلات المحتاجة وتحويلها للمساعدة الاجتماعية للشبيبة أو للمركزية بحسب حالات الطوارئ. قسم التنمية.
تأسس قسم التنمية بكاريتاس ليشهد على انطلاق مشاريع كثيرة تدعم المجتمعات المحلية بلبنان وبتخلق فرص عمل جديدة حتى يضلوا اللبنانيين بأرضهم وضيعهم ويستثمروا فيها. بهيدا الإطار أسست كاريتاس سنة 2007 معمل التصنيع الغذائي بدير الأحمر، بيستفيد منه حوالي 200 مزارع و35 امرأة من خلال تصريف حصادهم وتحويله لمونة بتحافظ على الطابع اللبناني وبتم تصريفها بالمناطق اللبنانية. أما بنطاق الدعم الاقتصادي، تتشارك كاريتاس مع المصارف لتأمين قروض ميسرة بيستفيد منها المزارعين والحرفيين والمؤسسات الصغيرة والوسطى. وبمساعدة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم وضع برنامج بلدي بالتعاون مع 24 بلدية لتنفيذ 24 مشروع مثل الطاقة البديلة، تجهيز المدارس بالمعدات، إنشاء الملاعب وغيرها. تهدف هذه المشاريع لبناء الشراكات والتقدم والتنمية والاستثمار بالمجتمعات المحلية. ولحد اليوم قدر برنامج بلدي يخدم أكثر من 27 ألف شخص. قسم الشبيبة 750 شاب وصبية بنفسه أكثر من 600 نشاط بالسنة ليوصلوا لأكثر من 20 ألف مستفيد على كل الأراضي اللبنانية، وهن بيخضعوا لدورات تدريبية مكثفة بهدف تطوير قدراتهم على كافة الأصعدة. نشاطات الشبيبة كثيرة وبتخدم كل الفئات بالمجتمع من أطفال، شبيبة ومسنين. منها نشاطات ترفيهية، رحلات، مخيمات صيفية وغيرها. وبتتضمن أعمالهم نشاطات محلية إنمائية مثل ترميم البيوت والمدارس والكنائس والسجون، بالإضافة لإنشاء ملاعب وحدائق عامة. الرياضة، البيئة، الثقافة والموسيقى كمان إلى حيز كبير من نشاطاتهم. جهود الشبيبة تتخطى المستوى المحلي لتوصل لصعيد المنطقة من خلال التنظيم والمشاركة بمؤتمرات إقليمية وعالمية. قسم الطوارئ واللاجئين سنة 1994 أسست كاريتاس قسم الطوارئ واللاجئين، وكانت أول الاستجابات للأزمات السودانية والصومالية ولاحقاً للأزمات العراقية والسورية. تشمل برامج الإغاثة المقدمة، تأمين الحاجات الأولية والخدمات الصحية، إضافة إلى مجمل المساعدات النفسية والتربوية الموجهة لمختلف الفئات والأعمار عبر حلقات توعية ونشاطات اجتماعية وتمكينية مختلفة. تستقبل كاريتاس لبنان النساء والأطفال المعرضين للعنف أو ضحايا الإتجار بالبشر بـ 11 مركز تنموي واجتماعي، وبتساهم مباشرة بتمكينهم ومساعدتهم لتخطي أزماتهم الراهنة وإعادة بناء حياتهم. قسم الأجانب بعام 1994 أسست كاريتاس قسم الأجانب اللي بيقدم مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية والقانونية والتوعية، وبيسعى القسم لحماية حق كل عامل أجنبي بيشتغل بلبنان. وبهذا الإطار خصصت كاريتاس 6 بيوت إيواء لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، العنف المنزلي، إضافة إلى خدمات تعليمية بيسعى القسم لتأمينها ضمن مشروع مدرسة بيت ألف لأولاد اللاجئين والأجانب من جنسيات مختلفة. كما وخصص القسم خدمات حماية بمختلف السجون اللبنانية، وبالأخص حماية الأجانب واللاجئين بنظارة الأمن العام. لحد اليوم قدر قسم الأجانب يساعد أكثر من 1.5 مليون عامل أجنبي بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، احتراماً لحقوقهم الإنسانية. تجربة المتطوعين والعاملين بكاريتاس هي فخر بيحملوه معهم كل حياتهم، وساهموا بتحضير جيل جديد من الشباب بيتميزوا بإيمان ورسالتهم وشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع. وبمساهمة من الأفراد والمجتمعات المحلية والحكومة بمختلف وزاراتها والمساهمين الدوليين، بيبقى العطاء أهم هدية في يقدمها الإنسان، وبتبقى المساعدة سر السعادة.